السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور نسوحة، بنتي في والركب الجماعي 1-2-0-1-5-4. طيب، في هذا الفيديو سأشرح لكم عن الأماكن التاريخية. هو مدينة تريم. مدينة تريم في حضرموت اليمن هي واحدة من أكثر الأماكن التاريخية والمباركة، وتعرف باسم مدينة الألف ولي، بل إن أهل المدينة أيضا ينعمون بالطيبة والأخلاق الكريمة، لأن فيهم دام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمن بكلامه الذي معناه: جاء أهل اليمن هم قوم لين القلب لين الطبع، الإيمان باليمن والفقه باليمن والحكمة باليمن. الحديث رواه مسلم. بالإضافة إلى ذلك، تعرف مدينة تريم أيضا باسم الغنة، وتعني مكانا خصبا ومزدهرا للغاية. بفضل دعاء الخليفة السيدنا أبو بكر الصديق، الذي قال ذات مرة أنه عندما حلم بدخول مدينة تريم في اليوم التالي فرح قلبه: شعرت بالسعادة لمدة 3 أيام، ولما حج إلى تلك المدينة شعر بتلك السعادة 7 أيام و7 ليال. ويطلق العديد من السلفيين والمتدينين على مدينة تريم اسم مدينة للصديق، وذلك لأن سيدنا أبو بكر بايع ذات يوم حاكم تريم وقتها المسمى زياد بن لبيد الأنصاري وأهلها، وأصبحت البيعة ضمانة للرخاء وخصوبة الأرض ومنابئ مياهها. وقد رزق الله تريم بالعديد من العلماء الصالحين وأولياء الله. ما الذي يميز مدينة تريم ونسائها التقيت التي يطلق عليهن ملائكة العالم؟ نشأت نساء تريم منذ الصغر في بيئة دينية قريبة من العلماء ومدارس العلم والمولد وغير ذلك. منذ الطفولة تم تعليمهم قراءة القرآن من قبل والديهم، حتى المتعلمين بالأخلاق النبيلة. إنهم يهتمون كثيرا بالتواصل الاجتماعي، بما في ذلك الأجزاء الخاصة من وجهة نظر الرجال غير المحرمين. وعندما يبلغون يكون مكانهم في البيت ولم يروا رجلا أجنبيا قط غير خواتهم وأبائهم، تتربى النساء هنا على أنهن لا يعرفن ما هي الموسيقى، ولا يعرفن الهجمية، ولا يعرفن وجوه الأشرار. ونقاشهم هو بحث في أحداث العلم والقرآن والأخلاق والتصوف ونحو ذلك. هكذا نشأوا. عندما يحين الوقت المناسب لأولياء أمورهم للزواج، فإنهم يتزوجون من شريك مناسب. كل شيء حسب اختيار العائلة، ولن يكون هناك اعتراض. ليس هناك رومانسية أو مواعيد مثل النساء الأخريات، وعادة ما يتزوجن في سن مبكرة حوالي 10 سنوات. هذا هو حال النساء في مدينة تريم آمنة ومستيقظات. شكرا، هذا فقط مني.